هل هناك صفقة أسرى قريبة بين إسرائيل وحماس؟ ومن هي الأطراف التي تدخلت خلال السنوات الماضية من الدول؟ كل الدول بتحاول أنها تتدخل في هذا النوع من الصفقات، لأنه في النهاية بيعتبروها خدمة إنسانية أقل التقديرات. ولكن إسرائيل بسبب الأوضاع الداخلية مقفلة على الإطلاق لهذا الباب ولا تتحدث فيه، ويكذبون على شعبهم حينما يقولون بأن هناك عملية تبادل وهناك صفقة وهناك كذا. هم يكذبون على شعبنا، وهذا تكثر أثناء الانتخابات وتخمد فيما بعد الانتخابات. أما الآن فلا يوجد شيء في هذا القبيل، لا يوجد أي حديث لا عن صفقة التبادل. الآن ما في حديث، والوسطاء توقفوا؟ لا، الآن الفعل الأساسي في الوسطاء المصريين ومتوقفين. كان هناك الألمان وغيرهم قد تدخلوا في هذا الملف؟ الكل بتدخل، ما فيش حد بتدخلش حتى الآن. ما في حد، يعني آخر شيء قدم السويسريين جاء سألوني إنه إمكانية نتحرك في هذا، رحبت بتحرك السويسريين، فراحوا عند مكتب رئيس الوزراء نتنياهو فسكر أمامهم، قال المصريين هم اللي بتولوا هذا الملف، فرجعوا واعتذروا عن الاستمرار. وهكذا كل أيتهم يأتي. لكن لم تتوقف الحركات الدولية على الأقل؟ لا لا، ما بتوقفوا، كل أيتهم يفتحوا، ولكن الإسرائيلي بيغلق هذا الباب أمامهم ويقول لك المصري هو المسؤول.